زلفك الله يلوى قلبك. ايش فيك؟ يا وسخ يا فهد يلي لونك كان حصى داخل تراب. اسكت الله يلوى كبدك وثقب يا اخي. لا ترى فهد كانك السودانيين اللي يجرون دبابات في تمام. اهدى اهدى خلنا ننفذ الحكم. يا غبي يا غبي ركز عطينا احكام عادله خلصي خلنا ننفذ عاد. يلا زين عفيفي اتتيني اتري بس الاحترم ايليها مش بالوا. ايه الحكم الاول شنو؟ اعطيك احكام ثانيه. ايه يلا يوت خير وشبح كيوت يا اخوان. وينك يوت؟ ايه قدامي هالبوت كيف اصير كيوت؟ عطنا الاحكام تفضل. هذا يا حبيبي كبوت مو بكيوت. الحكم اسمع اسمع تكفى ما تكفى. ايش ضربة اسهال يمكن. هذا اللي باكل كنتاكي نصيحة لا تاكل وتفتح بث. والله ما ارحم الا ذا الكرسي يا فهد والله. تدري انه ممكن اربع مرات اقسم بالله العظيم يا فخر. يا فخر عرفت الحكم. نعم عبد الله واحد اثنين ثلاثة جو. ما مشكلة خلاص. طلع عندك فهد يا اخي لا تخليه يعصب يا اخي لا تخليه يعصب يا ابوني. شفتوه يا الربع يا ابوني معلم.